كل اللي قلته كذب، انا مش هسيبك غير لما تقول الحقيقه. انطق. في حاجه يا فندم؟ انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ اتفضلوا اطلعوا بره. عمركم ما شفتوا واحد بيهرج وواحد صاحبه؟ اطلعوا بره. قول. اسمع يا استاذ، انا ما بحبش الكلام ده، انا قلت لك الحقيقه كلها وكل اللي حصل. كان ممكن دلوقتي اخلي السكيورتي ياخدوك ونروح على القسم ونعمل مشاكل، انا ما بحبش المشاكل. لا انت خايف للموضوع القديم ينفتح. معاك حق، عشان كده قلت لك الحقيقه. ما هو يا اما انت بتضحك عليا يا البيت صباح دي بتضحك عليا. انا يهمني ان الحكايه دي تتقفل خالص، ومستعد ادفع لك التعويض اللي عايزه انت والعيله. بس والله العظيم ما مات، خرج مع الاسم صابر ده هو وبنته. حرام عليك يا صباح اللي انت بتعمليه ده، انت كده بتحرمي واحد من اهله. هو كان فين اهله يابا الخمس سنين اللي فاتوا؟ اشمعنى ما جوش سالوا عليه غير دلوقتي؟ ربك اعلم بظروف العباد. اهو طول عمرك كده يابا، تحب تيجي عليا عشان خاطر الناس، بداجة ذاتي بعد ما وقفت جنبك بعد ما اخواتي الصبيان ما رموك، ولا سالوا عليك حتى بجنيه. ملوش لازمه الكلام ده يا بنتي. لا له يابا. بقى حرام عليا علشان خايفة على بيتي اللي يتهد وفجأة الاقي نفسي قاعدة من غير راجل. تقوم تسرق الراجل من اهله؟ انا سرقته يابا؟ ده انا لقيته تايه وما عندوش بطاقة ولا حتى في ايدي شغلانة. ابقى انا اللي سرقته؟ ده هم اللي جايين وعايزين يسرقوا مني. لو جه يوم وعرف ان انت خبيتيه من اهله ساعتها هيسيبك وتعيشي من غير راجل، كنت خليتيها بجميلة. وانا شعرفني يابا هم وراهم ايه؟ مش يمكن يكون متجوز وفجأة لقى نفسي ضرة؟ هو لو كان متجوز كانوا جابوها معاهم. وافرض بقى كانوا متخانقين معاها عشان كده ما جاتش، ولا حتى يا سيدي مش متجوز، بس انا بقى ما جيتش على هواها. عبد الله يتمنى لك الرضا ترضي، عمره ما ينسى جمالك. ده كان زمان قبل ما يعطر في اهله ويستقوى بيهم. افرض يابا حن للخلفة ورماني زي اللي قبله. وتقدر البلا ليه قبل وقوعه؟ ما هو اللي ما يقدرش يابا ما يعرفش يعيش، ولو كنت انت قدرت ما كانش ده يبقى حالك. بطلت قطمين يا صباح، انا بس بوعيكي. ريح روحك يابا، انا واعيه لنفسي قوي وحاسبه حسابي ومستنيه اليوم ده من زمان، واول ما شفتهم جم قلت اكيد هم. مفيش حاجه بتستخبى على طول يا بنتي، كل مستور ولابد يجي له يوم وينكشف. ومين يابا بقى اللي ناوي يكشف ستري؟ الناس مشيت خلاص ومش راجع تاني. اوعى يابا، مش خير تعمل شر تلقى. انا مالي منك ليه؟ انا ماليش دعوه بالقصه دي من اساسها. ايوه قلبك يوجعك الشيطان يوزك ازعل، وانت عارف يابا انا زعلي وحش قد ايه. عارف يا بنتي. ايه ده يا هيما، هو انت خارج ولا ايه ده؟ انا وضبت الغدا. معلش يا حبيبتي، مشوار صغير وراجع كده برضو. وهو في راجل بيخرج في شهر العسل؟ يعني هات ماما تعبانه ولازم اطمن عليها. يا لهوي، الف سلامه عليها. بقى ماما تبقى تعبانه وهتروح لوحدك؟ استنى انا جايه معاك. ما ينفعش. هو ايه ده اللي ما ينفعش؟ ليه بقى؟ عشان ما قلت لهمش ان احنا اتجوزنا، مش هينفع اخدك تحت باطي كده واقول لهم دي مراتي. اخص عليك يا هيما، بقى ماما حبيبه قلبي تبقى تعبانه وانا ما اجيش برضه اعمل الواجب. يعني هات يا حبيبتي، الظرف مش مناسب. قلت لي بقى ابراهيم، ده انت شكلك مستعر مني ومكسوف تدخل على اهلك بيا. ده انا مراتك على سنه الله ورسول. ما تسمعي الكلام بقى وتريحيني، انت هتلبسي في ساعه وانا مستعجل. والنبي يا ابراهيم اديني فرصه بس اثبت لك اني بحبك وبحب اللي من ريحتك. دقيقه واحده هلبس واجي معاك. دقيقه واحده. ايوه جاي. احلى كوبايه شاي يا باشا. الله يصلح حالك. بقول لك ايه يا ابن عمي؟ بورني يا باشا. هو اسمك كريم ايه؟ اسمي فاروق يا باشا. فاروق، انا كنت بدور على شقه فاضيه هنا في المنطقه. قانون جديد يعني؟ قانون جديد. جاد السمسار اللي قاعد هناك ده هو اللي هيدلك. لا ما انا واخد بالي، بس انا ما بحبش نظام السماسره، بيعملوا مصالح بقى انت فاهم. يا باشا ما تخافش، انت راجل غلبان وانا خليه يظبطك. قوم بس معايا كده. ماشي يا روح. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم جاد؟ اهلا وسهلا. عم جاد ايه يا حبيبي؟ الراجل ده يا عم جاد عايزك تظبطه عشان خاطر. انا عينيا ليه؟ خصني وتابعي. عينيا يا فاروق. عينيا. تسلم يا عم جاد. تسلم. اتفضل يا باشا. امور اخبار عم جاد؟ تمام يا حبيب قلبي، كل سنه وانت طيب. وانت بصحه وسلامه. انا كنت بسال على شقه هنا في المنطقه علينا انا واختي. يعني طلبك موجود، بس بحدود كام؟ لا الاول نختار المنطقه والجيره الحلوه والحته الهاديه وبعدين نشوف. واحنا منطقتنا مفيش اهدى منها. اقعد انت بس اشرب الشاي وانا هشوف لك شقتين يجوا على مزاجك. انا كنت سالت هنا في الدكانه دي، في ست واقفه قالت لي انها ممكن تشوف لي شقه في القريب كده. عند دكان عم صابر؟ عند دكان عم صابر. ده راجل طيب، بس البعد عن بيته احسن. ليه بس؟ اخلاقها مش تمام ولا ايه؟ استغفر الله، دي بنت بميت راجل وجوزها ده راجل طيب.
هي متجوزة؟ اللي انا اعرفه انها كانت متجوزة من بركات، وبعدين كلهم في مشاكل وخناقات مع بعض، وبعدين اتطلقوا عشان ما بتخلفش. اه طب لما هي لا مؤاخذة يعني لابش كده اتجوزت تاني ازاي؟ الله اعلم يا ابني. هم اتجوزوا من زمان؟ من 5 سنين. من 5 سنين. وجوزها ده منين؟ من دمنهور. من دمنهور؟ ايوه. هم اصلا من دمنهور؟ خالتها اللي من دمنهور. خالتها من دمنهور. على العموم احنا مالنا؟ مش عايزين نخوض في اعراض الناس. خلينا في الشقة. الشقة موجودة وكل حاجة تمام. طب ما تفرجني بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف حمد لله على سلامتك يا ست الكل. كده برضو تقلقين عليك يا ماما. أنا فين؟ أنت في أوضتك في بيتك. وأنت مين؟ أنا عنايات مرات إبراهيم. أظن الشقة بقى جميلة هيت وأهلها كمان ناس طيبين، وبعدين واسعة وبرحة وحاجة على الشارع كمان زي الفل. لقوا موقع بس أنت أصبر عليها حبتين، راح أشيل أختي وأجيبها تتفرج. بقولك إيه؟ أنت معاك تليفون بكاميرا؟ آه. طب ما تصورها. هي مين؟ الشقة. والله فكرة يا عم جاد. انت متاكد من الكلام ده؟ انا واثق في كلام الدكتور، بس الوليه اللي اسمها صباح دي كده شكلها شمال، وحاسس انها عندها مصلحه انها تخبيه. ودي مصلحتها ايه؟ وايش عرفها ان الحكايه فيها فلوس؟ انت دماغك ضربت يا سعيد. ومين جاب سيره الفلوس بس؟ انا اول ما سمعتها حسيت ان انا غلطان، بس لما فكرت في كلام السمسار وقلبته في دماغي قلت لا، هي دي اللي احنا بندور عليها. هو انت لما صدقت لقيت خط وقفشت فيه؟ كل دي تهيؤات. وكلام الدكتور تامر؟ الحكايه الملعبكه دي بقى؟ لا شكلها مخبية حاجة يا عماد، بس هي أدرجية، عرفت تلبسني العمة صح. آه ما أنت بتلعب في أرضها دي، لو كانت هي فعلا الحكاية اتعقدت، بس المرة دي عقدة بشريطة. هو في إيه يا سعيد؟ أنتوا من ساعة ما جيتوا أنتوا عمالين ترغوا، ما تفوق لي بقى شوية، أنا عايز أتكلم معاك. ما ينفعش دلوقتي يا عواطف. يا سلام، وما ينفعش ليه؟ ما تقولي اللي بتقوله لهم كده أقدر أساعدك. خلاص خلاص، وباخد رايها جايز لها عندها حل. تصبحوا على خير. انت رايح فين يا ابني؟ مش عنايه نايمه جوه؟ لا لا لا، عنايه ما جاتش بقى لها 3 ايام. ايه؟ خبر اسود. يا بنت الجزمه، ايه اللي حصل؟ قفلت في وش السكه. يعني انت هتباتي هنا؟ ايوه طبعا، ما انا لازم اقعد مع ماما. انت عايزني امشي واسيبها وهي تعبانه كده؟ ما يصحش. طب انا هخرج اتمشى شويه، ولو عايزه تيجي كلمني في التليفون هاجي اخدك. حاضر. ماما عم زكي بره عايز يخش يسلم عليكي. روحي قولوا لي نايمه، الراجل ده انا ما ببلعوش. خليه يتفضل يا حوري. حاضر. بقول لك ايه، لو حصل حاجه كلمني في التليفون، ما تسيبنيش على عماي. يا سيدي ان شاء الله ما فيش حاجه هتحصل، ماما كويسه هي زي الفل. انا معاها. السلام عليكم. ازيك يا ابراهيم؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا جميله؟ شدي حيلك، انت كبرتي بقى ولا ايه؟ الحمد لله، كل اللي يجيبه ربنا. الحمد لله، الف سلامه ليكي. لو يا اختي قولي لحريه تعمل فنجان قهوه لعمك زكي. من عينيا يا ماما. مين دي يا جليله؟ مرات ابراهيم. هو ابراهيم اتجوز؟ صحيت من النوم لقيته متجوز. الله اكبر. الحمد لله على السلامة يا عبد الله. الله يسلمك يا صباح. ايه طمني، عملت ايه؟ عملت كل اللي انت قلتي عليه. يعني جبت البضاعة كلها؟ اه جبتها كلها، ما سبتش حاجة. ما قابلتش حد؟ حد زي مين؟ يعني حد من اهلك من ناسك؟ يا ستي انا خلاص 10 من قطع في ان قابل حد كان يعرفني. نفسك تلاقي اهلك وناسك يا عبد الله؟ انا نفسي اعرف اذا كان اساسا ليا اهلي ولا لا. طب لو لقيتك هتسيبني؟ أنا مش ممكن أنسى جمالك عليا أبداً يا صباح. أهو كلام، مين عارف؟ تعرف يا صباح، أنا نفسي أعرف كنت بعمل إيه في دنيتي قبل كده. أعرف يا أخويا وضيع نفسك. أضيع نفسي إزاي؟ أنت تعرفي حاجة؟ لا، وأنا هعرف منين؟ أنا بس خايفة أحسن تكون هربان من السجن ولا وراك مصيبة وفي إيدك يا عبد الله. أنت عارف إنك أنت جوزي اللي بحبه، وأتمنى أكمل معاه عمري كله. أنا عارف إن أنت بتحبني وبتخاف عليا يا صباح، بس أنا كمان حاسس من جوايا إن أنا كنت إنسان كويس مش وحش. سيبك من الكلام ده، أنا عايزك تروح لخالتي دمنهور
تقعد معاها يومين ثلاثة تغير جو، وبالمرة جيب لي حاجات من عندها. بس بقول لك ايه، ما ترجعش غير لما اتصل بك واقول لك ترجع. واسيبك في المحل لوحدك يا سيدي؟ ما يتحرق المحل. انا قصدي يعني يا عبد الله، انا طول عمري في المحل لوحدي، ايه الجديد يعني؟ حاضر يا صباح، حاضر. هي الليلة السودة دي مش هتخلص يا عزة. لا مش هتخلص يا عماد الا لما تشوف لي حل. عاطف مشغلاني كاني جري عندها هي وعيالها، وبتبص لي كمان في اللقمه اللي باكلها. معلش يا عزة، استحملي، يومين وهيعدوا. عماد انا مش متجوزاك عشان اعيش في شقه شركه مع عواطف، وانا جيت تنام جنب مني. وهيبقى لها يومين ما جاتش وانا بنام جنبك على السرير. يا فرحتي، بقول لك ايه يا عماد، انا اروح عند ابويا دلوقتي. ما تحطيش العقده في المنشار يا عزة، انت عارفه ان انا ما ينفعش ارجع. يعني هي الحكومه هتفضل تدور عليك طول العمر؟ ما اعرفش. واحنا هنفضل هنا بقى عايشين مع عواطف ولا هنعمل ايه؟ خلاص يا عزة، روحي اقعدي عند ابوكي لحد ما اعرف راسي من رجليا. الله، ايه اللي جابك هنا يا برنس؟ يا نهار اسود، امشي دلوقتي لحد يشوف. ما بتردش على التليفون ليه؟ هاتي السفرة دي المصلحة لوحدك يا بت. لو النعمة، امشي بس وهفهمك بعدين. شكلك وصلت يا عنات وبتقنطريني، عايز اشوفك. حاضر، روح انت عند عواطف وانا هجيلك على هناك. وحياة امك لو ما جيتي لاعرف شغل معاك يا عنات. انت عايز مننا ايه تاني؟ عايز تخلص على ماما؟ دكتور عايز اقول لك الست اللي قابلناها طلعت كدابه. انت اللي كداب، انا مش عايز اسمع منك ولا كلمه. ماما تعبت بسببك، ولو ما مشيتش دلوقتي حالا هطلب لك البوليس. طب بس خلاص، نتكلم وقت تاني. انا مش عايز اكلمك يا اخي، مش عايز اكلمك، امشي بقى. بصي حوريه، اهدي يا اختي. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده كله؟ ده انا بقول عليك يا هادي، ايه العصبيه دي؟ وبعدين ما احنا خلاص قفلنا الباب في وشه. مش عايزه اشوفه تاني ولا اسمع صوته، انا خلاص تعبت تعبت. معلش هاتي نفسي كده وصلي على النبي. راجل انا قلقانه، قلبي وقيني قوي على عزة. طمني يا اعتدال، الاخبار الوحشه بتوصل قبل الاخبار الكويسه. يا اخويا الشر بره وبعيد، وانا لسه هستنى الاخبار الوحشه. المحمول بتاعك عندك، اتصلي بيها وطمني عليه. لا انا عايزه اروح لها. ماشي يا اعتدال، بس مش ده. يا نهار اسود، ايه في ايه؟ يعني كلفت الواد واتجوزتيه؟ عيب عليك، ده انا عنايات وحياتك ما خد في ايدي غلبه. عارفك كويس يا عنايات، وعارف كمان تقدري على ايه. المهم نتحاسب. لسه وقت الحساب ما جاش اوان. نعم يا روح امك، الظاهر انت اللي ما تعرفيش انا اقدر على ايه. انت متعلقه معاه على شعرايا، يعني اعرف اطارك في اي لحظه. جرى ايه يا برنس؟ هو انت يا اخويا تطبخ الطبخه وتكلفها، وقبل ما تاكلها هتحط على تراب؟ ما دام عايزه تاكليها لوحدك يا اختي. مش لما بامسك في ايدي حاجه، انا لسه بفرش يا برنس. وبعدين الواد قلقان وحاسس ان كل الناس اللي حواليه طمعانه فيه، لازم يطمن لي الاول. شكلك بتعممين يا عنايات، والعمة كبسه على عينيا. معاش ولا كان اللي يعممك يا برنس، ده انت المعلم. يعني امتى يا اختي؟ بكتير وشهر وفلوسه كلها تبقى في ايدي. بس في خلال الشهر ده مش هينفع اشوف وشك خالص، ما تبوظليش الشغلانه. كفايه اللي انت عملته في البيت امه. هو صحيح الحاج جليله تعبانه؟ ايوه تعبان. جرى ايه؟ هي الوليه صعبت عليك؟ صعبت عليا يا اخويا. ما يصعبش عليك بقى. بقول لك ايه، انا هاخد هدومي واتكل على الله، وزي ما اتفقنا تديني شهر. مهم تردي على التليفون. هرد، والاخبار هتوصلك اول باول. ابوكي كلامه صح، الصوره نازله في كل الجرايد. انت قلت له ولا لا؟ لا لسه، هنيات قاعده معاه جوه في الاوضه واقفلين عليهم، مش هقدر اقول له قدامها. بقول لك ايه، تقول له ما تقولوش بقى احنا عملنا اللي علينا. انت لميتي كل حاجتنا؟ لا اخدت حاجتي انا بس، حاجتك انت بقاها احسن برضه، عشان شلتك ما تقبش تقيله. صدقني سعيد صعبان عليا قوي. بقول لك ايه يا عماد، احنا كده وصلنا لحيطه مسدوده، هو كل واحد بقى يشوف دنيته. طب معلش سيبيني اجيبها له واحده واحده عشان ما يزعلش. يا ابني يا صفر وسايباني ليك، هيبقى سبب حلو ليك انك تخلع كده. غرقت يا عماد وكل واحد بقى يطلع روحه. انا احترت فيك يا بنت الناس، ساعات تزقيني على سعيد وساعات تخليني ابعد عنه. مش كان الواحد يرسى على مبدا احسن؟ ازاي يعني؟ الظروف بتتغير واحنا كمان لازم نتغير، واللي ما عادش نفسه حسب الظروف يضيع يا عمده. صح. عزة، عزة،
انت عايزه من عسل؟ ها؟ عايزه من عسل؟ زنقتني هروح منك فين؟ انت وحشتيني قوي على فكره، كان لازم يعني تروحي لماما. خلاص مش هبات بره تاني. اوعى بقى. طب انت هتقعدي هنا؟ قومي بينا نخش جوه. لا استنى بس، عايزاك في موضوع. بخصوص ماما؟ لا حاجه بخصوص انا وانت. ابتدينا. هو ايه ده اللي ابتدينا؟ هو انت هتخوفني منك ولا ايه؟ بذمتك ده منظر واحد يخوف؟ قولي يا ستي عايزه ايه؟ ان شاء الله ربنا ما يحرمني منك. بص بقى هيما، بصراحة كده أنا عايزة أمشي من الشقة دي. ليه؟ دي شقة كويسة وفي مكان شيك. ماشي أنا ما قلتش حاجة، بس أنا ما عنديش استعداد بقى ألاقي الباب بيخبط، أفتح ألاقي واحدة من إياهم من بتوع زمان. الشقة دي بتاعتي يا عنات، أنا مشتريها تمليك. هو أنا بقول لك بيعها؟ خليها يا أخويا للزمن، بس أنا بقى عايزة أمشي من هنا. يا بنت الحلال أنا ما صدقت ألاقي مكان بتاعي، أنت كده هتبوظي لي الدنيا. ولا هبوظها ولا حاجة، سيب لي أنت كده نفسك واسمع كلامي وكل حاجة هتبقى تمام. طب هنروح فين بس؟ القرش صياد، وأنت يا هيما معاك فلوس كتير، اتصرف بقى. تصدق أنا نطت في دماغي حتة فكرة. إيه؟ هنعيش في الفيلا. فيلا؟ يلا بينا على جوه. طب مش لما أقولك هي فين؟ لا مادام فيلا يبقى جوه بقى. يعني هو أي حد أي حد ممكن ياخد ال 10,000 جنيه دول؟ ايه يا عواطف؟ انت عايزه تبلغ عني وتاخد فلوس ولا ايه؟ اخص عليك، لا بجد ثمره التربيه فيا يا سعيد، انا كنت بشيلها من بوقي واكلها لك. ايه انت كنت بتاكلها بعد ما تشيلها من بوقها؟ ما كنتش بتقرف؟ احنا هنهزر ولا ايه؟ ناقصك انت كمان يا عماد. ما انا شايفكم شادين مع بعض، قلت لطف الجو شويه. لا انا واخويا ما بنشدش مع بعض، اطلع انت منها وهي تعمر. احنا هنهبل في بعض ولا هنشوف حل؟ وفين الحل؟ ما احنا بقالنا ايام وليالي في الهم ده وبرده ما وصلناش لحاجه. خلاص يا عواطف، روحي بلغ عني وخد ال 10,000 جنيه، واخد انا حكم الاعدام في واحد لسه عايش. في ايه يا سعيد؟ هو انا اللي نشرت الصوره هتطلع زهق عليا؟ طب تصدق بالله انت من ساعه ما جيت من السفر احنا ما شفنا يوم واحد عدل، الراجل مات واحنا متغربين في حتت ما نعرفش حد فيها. ما انا اللي غلطان، كنت سبتك مرميه في اوضه عند البيمه يعيش فيها شحات. الله الله الله، ايه يا سعيد انت بتغلط فيا انا؟ يغلط فيك تغلط فيه، انتوا احرار، انا بقى مش قاعده، القدر عندي طفحت. اعوذ بالله ده تاكل بلد. مالك يا سعيد؟ مالك عملت زعل فينا كلنا كده؟ اعمل ايه يا عماد؟ مش سامع كلامها؟ انا سامع كلامك انت. انت اللي هبيت فيها اول ما جابت سيره الاعلان. هي جت كده وخلاص بقى، هي كمان مش حاسه بيا. سعيد كلنا حاسين بيك وكلنا معاك. على مهلك. حلوه قوي يا هيما، حلوه قوي. يا لهوي. أنا كده بقى اتأكدت إن أنت بتحبني بجد. أنا كنت عارف إنها هتعجبك. ربنا يخليك ليا. إن شاء الله ما تحرمش منك ومن مجايبك الحلوة يا رب. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. إيه ده يا إبراهيم؟ دي كمان فيها بسين. اسمه حمام سباحة. هو عيب ولا إيه؟ لا مش عيب، بس دي كده تبقى غالية قوي. واحنا هنشتريها، احنا مأجرينها كام يوم نعيش فيها. يا مصيبتي يا ابراهيم، هو انت يا اخويا القرشين اللي معاك هتبعزقهم وبعد كده نقعد يا مولاي كما خلقتني؟ ده خد من التل يختل. انت عارفة بنت عنون؟ زمان كنت فاكر المليون جنيه دي حاجة كبيرة قوي، اكتشفت ان هي ما تكملش تمن شقة. انا امي علمتني ان الفلوس دي زي الحمام، لو رعيتها وخليت بالك منها تفقس وتزيد، لكن لو تهملها على طول تطير وتروح منك. طب ما تسيبك من موضوع الحمام ده وتيجي ناخد غطس. ماشي يلا يا عنو. سلامة، ازيك يا سلامة؟
شفتيش عزة؟ عزة، عزة اللي هنا. لا لك يا سلام. معلش يا اختي، هو ما يقصدش انه يضايق، لا مؤاخذة. تعالى يا سلام قوم معايا يا اخويا. هو ماله يا اختي؟ ماله على الله، ربنا يلطف بيه وبينا. اصله كان بيحب واحدة اسمها عزة يا اختي. تعالى معايا يا سلام، انا عزة يا اخويا. امسح المرايه من جوه. ما انا عيني يا باسع. ايه الحلاوه والشياكه دي كلها؟ عايز يا عم نظر ايدك ما تحسسش عليها. بالراحه يا عم، يعني كانت عربيتك؟ عربيتي؟ مش عربيه جوز اختي؟ تبقى عربيتي. طب يا عم اللي اعطاك يعطينا. هبقى اكلمه لك. يلا زق عجله. خلص خلص. ايوه خد يا اخويا. ايه اللي بتهببه ده؟ ايه بمسح، مش عربيه جوز اختي لازم تبقى نظيفه. وهي عربيه جوز اختك هتمسحها قدام الحاره كلها يا موقوس؟ مش عارف تبقى بيه فتخرب. لا مؤاخذة يا حياتي، تأخرت عليك. اتأخرت قوي يا نيات، أنا زهقت. الله، طب مش أنا قلت لك تعالى فوق إن شاء الله تتسطح لك ساعة بل ما لما حكيت وننزل سوا؟ اتسطح؟ وسيزلطة ده كمان هيجي معانا؟ في إيه بقى؟ إحنا مش اتفقنا؟ أنا ما كنتش فاكره كده، ده راح في داهية. كده إزاي يعني؟ حلو. على فكرة بكرة تتعود عليه، ده دمه خفيف وزي العسل. هو نبي ونبي خدني معاك. طيب خلاص اركب يلا 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 يلا. يلا أطلع يا طلع. اسكنجرية اسكنجرية أبوك يا حارة. كده يبقى تموني كله معايا. لسه الرز. وانتي مش خدتي من ابويا ورقة بالرز؟ انا ما اديتهاش حاجة صباح. وما اديتهاش ليه يابا؟ تاخدي مكرونة بدل الرز؟ لا العيال ما بيحبوهاش، انما الرز ما جاش ليل دلوقتي، ده شهر جديد هيهل اهو. يا اختي اللي الحكومة بتدهولنا بنصرفهولكوا، لا بنجيب حاجة من بيتنا ولا بنودي حاجة بيتنا. يا اختي امال فين الاستاذ عبد الله؟ كان بيعملنا معاملة حلوة كده وبيفهمنا بالراحة. مسافر يا اختي، تحب تجيبي الحاجة ولما يرجع تبي تاخديها منه. هات يا عم صابر ورقة الرز دي بتنور عليا. خد اهي على الشهر الجديد وعليكي خير ان شاء الله. سلام عليكم. مع السلامة. الله يسلمك يا اختي. ايه يابا النسوان دي؟ مالها هي ومال عبد الله؟ يعني الدكان كان مكتوب باسمه؟ الناس متعوده على معاملته وكلام الحلو يا بنتي. وانا يعني يابا اللي كلامي دفش؟ مساء الفل يا عم صابر. هلا يا سينيو، انا طالع اريح شويه. انا بقول كده برضك يابا. سجارتين فرد. خد يا اخويا، ما انت مش فالح غير في السجارتين الفرد. شكرا. بقول لك ايه، فين النص جنيه بتوع السجارتين؟ طب اقول لك على حاجه. انت فاكر الراجل اللي جه هنا بالعربيه يوم ما النخبر كان بيجري ورايا؟ ايوه. ماله؟ قاعد على القهوه وهاتك يا راجل مع الناس. طب روح اندهولي يا ويد. طياره. يعني كان لازم تغسلي المواعين بالليل. ما انت عارف يابا انا ما بحبش ابيت المواعين في الحوض، علشان زي ما انت عارف بقوم الصبح بدري افتح المحل وببقى مش لاحقه اعمل ايه ولا ايه. طب تعالي انا عاوزك في كلمتين. من عينيا يابا. اي خدمه الصباح؟ تشكر يا فاروق. ربنا يخليك استيكون. الله يكرمك. انا شايفه ان رجلك خدت على الحته بتاعتنا. خير؟ عجباني. لا ناس طيبين وكل واحد كانس قدام بيته وكافي خير وشره، ده غير انها هاديه ومش بتاعت مشاكل. طب لو عاجبك قوي كده ما انا ممكن الفها لك فرقه يا اخويا تاخدها معاك وانت ماشي. لا ما انا هاكل هنا. ومين قالك ان انا ماشي؟ انا قاعد. كلامك مش عاجبني، مش عارفه ليه مش مستريحالك. ليه بس يا ست صباح؟ انا قلت حاجه تزعل. بقول لك ايه، هو الاثنين اللي جيت معاهم قبل كده تقرب لهم ايه؟
لا ده انا فعل خير بس الاكتر ولا الاقل. انت مسالتني قبل كده عن الجدع ده وانا قلت لك ما اعرفش حاجه عنه. في ايه بقى؟ ما خلاص الستات مشوا والموضوع انفض. ولا انت عرفتي حاجه عن حماده؟ انا لا اخويا لا عرفت ولا شفت. طيب ربنا يعطر فيه اهله. طب ما تيجي معايا دغري وانا اريحك. انا مش تعبان. يعني لو ليك عند الجدع فلوس انا ممكن ادفعها لك ونخلص بقى بدل وجع القلب اللي احنا فيه ده. والله ما في غير المعروف. براحتك انا كده عملت اللي عليا وزياده. طيب اتوكل انا على الله الحق عم جد قبل ما يمشي من على القهوه. سلام يا ست صباح. وسعد سعد سلامة يا أخويا. أنا ما خلفتش غير سلامة وهو سندي في الدنيا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيختبرني فيه. سلامة بيتظبط حبة بحبة يابا، ومع الأيام إن شاء الله هيبقى زي الفل. أنت اللي بتصبريني بدل ما أنا اللي أصبرك. سلامة سيد الرجالة. اسمعي يا بنتي، أنا زودتها شوية في القسوة على سلامة، قلت يطلع راجل وسيد الرجالة زي ما انت بتقولي، لكن لأن الفرع ضعيف كثر الضغط عليه كسره. على فكرة مش عزة هي السبب في اللي هو فيه، أنا السبب. جرى إيه يابا؟ ما تحملش نفسك فوق طاقتها، ربنا لما بيحب مؤمن بيختبره. أمنت بالله ورضيت بقضاه وصابر. اسمعي يا بنتي، مفيش حد بيبقى عارف ساعته امتى. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يابا، ما تقولش كده. نظره في الأوراق ديت هي كل دنيتي. أنا عاوزك تفهميها كويس وتعرفيها كويس عشان لو حصلت أي حاجة تعرفي تتصرفي. أيوة يابا بس أنا ما بعرفش أقرأ. ما أنت هتعرفي الحاجة من شكلها. بص يا بنتي، دولت فلوس خرجتي لو حصل أمر الله، ودول فلوس سلامة جوزك، أمان للدنيا لو جرى أي حاجة، وده عقد المحل، وده عقد الشقة، وده عقد جوازك من سلامة، ودي وصولات الكهرباء والمية بتوع المحل. استنى عليا شوية يابا، أنا كده اتلخبطت. هتفهمي شوية بشوية، أنا عاوزك دلوقتي تشيليهم أنتي. أنا اللي أشيلهم؟ أيوة، أنت عوض ربنا عليا، ولازم أعمل معاك اللي ما عرفتش أعمله مع سلامة. أنا بشايلك أمانة هتبقى في رقبتك لحد يوم الدين. على راسي يابا، على راسي. أيوة يا عمدة اسمعني كويس، أنت تاخد بعضك وتروح تلم الحاجات اللي في اسكندرية وتجيب عربية نقل، تطلع على الحارة تلم الحاجات اللي في الشقة وتجيلي هنا على حارة النعنعية. والكلام ده كله إمتى؟ أنت عارف الساعة كام دلوقتي؟ يا عم اتصرف، لو معاك شي خد من عواطف هي معاها، المهم ان احنا من بكره الصبح نكون مخلصين وساكنين هنا. يلا روح انت بقى، الليله شكلها ابتدى. ها يا عم جاد تعالى اتفضل. يلا يا ابني انا شايل. اتفضل اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا جايب لك مرتبه عشان تنام عليها وغطا كمان. انا مش عارف انت ليه متمسك بالسكن ده. مش بيقول لك خير البر عاجله؟ بامر الله هتفتح عينيك تلاقيني من سكان المنطقه ان شاء الله. اتفضل يا حاج صابر، ادي البسبوسه اللي انت بتحبها. الله 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 يبارك لك يا ابني. اوعى تفتكر ان انا نسيتك يا صباح، انا جبت لك المشبك اللي انت بتحبيه. جرى يا صباح؟ من ساعه الراجل ما دخل ما نطقتيش ولا كلمه. خليك في حالك انت يابا. معلش يا عم صابر، هي بس لقاها زعلانه مني شويه عشان جيت قبل ما اكلمها. يا اخويا متراخر، انا داخل اوضه اريح شويه. ايه صباح في ايه؟ انت ايه اللي جابك يا عبد الله؟ انت ما كنتش عايزاني اجي؟ ده نازعل منك قوي صباح. انا يا بني ادم مش منبهه عليك وقايله لك ما تجيش غير لما اتصل بيك واقول لك تعالى. ما انا زهقت يا صباح، زهقت. كلمتك مره واتنين وتلاته وكل مره تقولي لي استنى شويه. اعمل فيك ايه بس؟ اروح بيك فين دلوقتي؟ وانا عايز صغيره صباح عشان تروحي بيا؟ انا الحق عليا اني جيت عشان وحشتيني. طب طالما وحشتك بقى مفيش نزول من البيت، اديك قاعد جنبي. مين اللي بيخبط علينا في وقت متاخر كده؟ ده الواد سنيو، اصلي اصداف طلب. Thank you.
سلام عليك يا سينيو. بس يا اسطى الحمد لله على السلامة يا عمدة. انت ما وراكش غير تعب القلب، مش كنا استنينا لحد الصبح؟ كان ايه اللي هيجرى يعني؟ كان الفرع يهرب من المصيادة، انما كده هو اتزنق. انا مش نايم ومش فاضي لفوازيرك دي. هفهمك كل حاجة بعدين. امال فين الرجالة اللي هتحمل العفش؟ نايمين ورا في العربية، هروح اصحيهم. يا صباح بتعملي عندك ايه؟ ما هو كله منك انت، لو كنت سمعت كلامي ما كانش كل ده حصل. انت نازلة؟ ايوه دلوقتي؟ لا يا اخويا بكره. طب استنى اجي معاك. لا بقول لك ايه، انت تقعد في اوضتك ما تتنقلش منها، لو الباب خبط ما يتفتحش، لا تقف لي في شباك ولا تفتح لي بلكونه، انت فاهم؟ ليه يا صباح؟ ايه اللي حصل لكل ده يعني؟ يا سيدي بلا صباح بلا زفت، تسمع كلامي وخلاص. يا سعيد يا سعيد. ايه يا عمد؟ مين ده؟ لا ده واحد حبيبي كان جاي يشرب معايا شاي. وربطه ليه؟ وايه اللي جابه هنا؟ اللي جابه هنا بيخبط دلوقتي. كمل انت. هكمل ايه؟ ما خلاص. اهلا، ازيك يا ست صباح؟ اموري سينيو فين؟ وده ايه اللي هيجيبه هنا؟ شوفيه في بيتهم. سينيو انت يا واد يا سينيو. للاسف مش هيعرف يرد عليكي. عملت في الواد ايه؟ ده اهله هيقطعوك. ابو مدرس غلبان وليه اخوات بنات، العابي غيرها. انت عايز مننا ايه؟ ما قلت لك لا شفته ولا اعرفه، انت ليه مش عايز تصدقني؟ مالك بتتكلم على انك مظلومه؟ كان انا اللي بعت لك بلطجي في بيتكم بالليل. اقصر الشر وقول لي الواد فين. خش هاتيه من الحمام. وعامل لي فيها يا اخويا فتوى وبلطجي وسايبه وكتفك كده كسنيله في خبتك. ازيك يا حري؟ يا قمر يا اختي جوزي يا عسل انت. ان شاء الله ربنا يخليكي يا اختي. فيك يعني ايه؟ امال ابراهيم فين؟ ده ابراهيم عنده مشوار مهم، بس يمكن يحصلنا دلوقتي. انت هتخبي عليا يعني ايه؟ هو انا مش عارفه ابراهيم يعني؟ عمره ما هيطلع جدع للاخر. يلا يا زلطه ادخل يا اخوي. اتفضل. ربنا يزلطه. ده زلط اخويا لما عرف ان الحاجه عيانه ما هنش عليه يسيبني لوحدي، قال لي لا انا لازم اجي اشق على الحاجه واطمن عليه. اهلا وسهلا. امال بقول عليكوا دكتوره ليه؟ ما انت زي القمر اهو. شويه شاي عسل يستاهلوا بقك. يا لهوي حالة هد في نظافة الشقة ورصها. سعد اخويا حبيبي ان شاء الله، يعني ان شاء الله تبقى المحطة الاخرانية. تعبنا بقى من التنطيط والشحطات. ان شاء الله يا عاطف. بقول لك ايه يا عاطف، انا طالب منك خدمة. خير يا اخوي؟ خدت بالك انت من محل التموين اللي في الشارع؟ انت عايز منه ايه؟ انت بتزعقي ليه يا ست انت؟ وفي حد كلمك اصلا؟ لا يا حبيبتي فوقي، وان كنتي فاكره مني انا، احنا جداد في الحارة، هتتفردي علينا تبقي غلطانة. فوق يا حبيبتي، ولا يكونش حد عينكو شخارة. لا اله الا الله. ولا كمان ربنا يعني اداكي حته الدكانه هتتنكي على خلق الله. يا ضنايا كلنا اولاد حواء وادم، ده الضفر اللي بيطيروا المقص مني بعشرة زيك. وشوباش يا حرام عرفهاش. بقول لكم ايه، كل واحد فيكم يبقى قايم على نفسه. يا رأي يا ست انتي، هو انا جيت جنبك؟ انا كل حكايه بسالك عايزه باكل الشاي بكام؟ ايه الغلط في كده؟ ردحت عليكي مره واتنين وعشره ما رديتيش، ولما رديتي رديتي من طرطوفه مراحينك. يا اخيرا ظهرت يا حماده. دي مراتي وانا جوزها، انت مالك ومالها؟ بقول لك ايه، احنا مالناش في شغل الحوش بتاعك ده. نعم نعم انا حوش يا راجل على ما تفرج. ولما انت راجل قوي كده ما كسرتش شوكتها ليه؟ عشان ما تتعوجش على خلق الله. ولا انتوا فعزتوا من بيض الديك لوحديكوا؟ بس ما بنت يا راجل عارف. خلاص عيب بقى صحش. الراجل طلع معرفه قديمه. ولا ايه يا شيف؟ يا شيف حماده انت مش فاكرني ولا ايه؟
عبد الله. عبد الله مين كل الليل؟ مين كل الليل جنيه مننا؟ حرام عليكم، هاي جت النوبة، حرام عليكم انه كل الليل. انت جيت يا ابراهيم؟ لا لسه عنايات، جاي في السكه. عايزه حاجه؟ عايزه سلامتك. مالك يا ابراهيم؟ في حاجه مضايقاك ولا ايه؟ ده انا فاكرك يا اخويا هتيجي من بره مفرفش ومنعنش. انا مفرفش وزي الفل اهو. عليا انا برضو، على وشك يبان يا ندغ اللي بان. عشان خاطر عنايات سيبيني في حالي، انا مش ناقص. طب واللي يقول لك خبر بقى يفرحك ويبسطك ويفرفشك؟ والله ما ليا نفس الانبساط حتى عنايات. حتى لو قلت لك اني حامل؟ العظيم انا كنت هعرف منين انه ملمس الله، ما انا عملت اللي انت قلت لي عليه بالظبط، انت اللي بختك مايل. بقول لك يا عواطف، مش واجب برضو بعد ما راجل الدهول الدهوله دي كلها نروح يعني لحد عنده ونطيب خاطره؟ واجب طول عمرك صاحب واجب، بس انا رايي بقى فوت كام يوم كده على ما يفوق، احسن لو رحت له دلوقتي وهو مش فايق حبه ملهاش لزوم. لا لازم نخبط على الحديد وهو سخن. نعم، عايزين ايه تاني؟ طب مش هتقول لنا تفضلوا؟ تتفضلوا ايه بعد المصيبه اللي انتوا عملتوها؟ ما تمشوا بقى وتسيبونا في حالنا، في ايه؟ عايزين ايه؟ صباح حماده، اوعى عواطف. حماده حماده يا ما اتغيرتش يا حماده، انا جاي اعتذر لك انت وست صباح يعني، وعشان انت سامحني خصوصا ان انت معرفه قديمه. والله انا ما كنت اعرف انك ملمس. ممكن تاخد الست بتاعتك وتتفضله من غير ما ترد؟ يا سيدي احنا مش عايزين حاجه منك. استني بس يا صباح، هو حضرتك عرفني؟ اعرفك وانا اعرف حد في الدنيا قدك. يا سيدي احنا بقى مش عايزين نعرفك، اتفضله من غير ما ترد، خلصونا. ايه يا ولية مالك عماله تحلقي على الكلام ليه؟ بسيب الجدعان تخلص كلامها. اصل احنا المره اللي فاتت لما جينا لك يعني المدام ما كانتش لابسه الطقم الاصفر، هي قالت انها ما تعرفكش، بس انا مسامح. تعرف كان مين معانا؟ امك واختك. أمي وأختي جم هنا يا صباح؟ انتوا عاوزين ايه؟ مش اطلعوا برا، اطلعوا برا، يلا اطلعوا برا برا. استنوا انا جاي معاكم.